فؤاد المخزومي. هيدي السيحة اللي كانت تعمل عجقة على مدخل فردان، خلصت الانتخابات، استغنى عن الشعب فؤاد المخزومي، سكر هيدي الخيمة، ما شفناها السنة ب 2023 لا ساعة حدا ولا طعم حدا ولا وزع شيء اساسا. خلص شو بعد بده بالشعب؟ بدكم تنطروا لاربع سنين اللي جايه. يعني بدي اقول لك انه اهل بيروت يعني ما قعدوا على صفرتك، يعني بيروت اعطتك ثقتها واعطتك صوتها، بس اهالي بيروت ما استفادوا منك باي شيء. مسكر الخيمه، شوفوا فؤاد المخزومي خلصت مصلحته مع الشعب اللبناني. يعني اللي كانوا يقعدوا على صفرتك مش اهالي بيروت، كانوا هن الاجانب يلي انت ما بتستفيد شيء من اصواتهم، والاجانب يقعدوا على صفرتك كانوا كرمال انت تبيض وجه مع معلمك الكلب المجرم السفاح الارهابي الدكتاتوري بشار الاسد. كلها مصالح بمصالح، يا نصاب يا حرامي يا اكبر تاجر سلاح يا كذاب يا دجال، شو بدي اقول لك؟ لقلك وفي مثلك متايل. في كمان قزم المجلس نبيل بدر يلي كعب سكربينتي اطول منك نبيل بدر، ما شفناكم اهتميتوا لا ببيروت ولا باهالي بيروت، ما حدا منكم وزع شيء. وين هي الجمعيات تبعتكم؟ عم تشحدوا من برا على اسم الشعب اللبناني على اساس بدكم تساعدوا كل واحد عامل جمعيه لنفسه. شوفوا المواطن اللبناني عم بلم من القمامه، هيدا مواطن لبناني. شفتوا حال الشعب اللبناني؟ عاملين حالكم انتو بس قلبكم على الشعب، يا نصابين يا حراميه. فؤاد المخزومي خبروني عم تشتغل بالباله بقوسي. اللي فؤاد المخزومي في عندك بالباله سترنجات بيطلعوا قد نبيل بدر؟ خرى عليكم اتنيناتكم سوا وسلموا على جبران باسيل، انتو وجبران باسيل ومزبله التاريخ بتلبقوا لبعض. تفوه عليكم، خزلتوا الشعب اللبناني يا عكاريت يا حراميه يا نصابين.